أسرع طريقة تقريبية لتوقع عدد الطوب أو عدد البلوك اللازم لبناء شقتك استخدم هذه الطريقة. لو هتستخدم طوبة أبعادها 25 سنتي في 12 سنتي في 6 سنتي سمك، فعدد الطوب المتوقع لبناء الشقة بيساوي مسطح الشقة في 110 لو هنبني الشقة على نصف طوبة أي بعرض 12 سنتي، أو مسطح الشقة في 210 لو هنبني الشقة بتاعتنا على طوبة أي بعرض 25 سنتي، أو مسطح الشقة في 160 لو هنبني الحوائط الخارجية للشقة على طوبة أي بعرض 25 سنتي، والحوائط الداخلية على نصف طوبة أي بعرض 12 سنتي. مثال، عندي مسطح الشقة 100 متر، الطوبة اللي هستخدمها أبعادها 25 سنتي في 12 سنتي في 6 سنتي، إذن عدد الطوب المتوقع بيساوي مسطح الشقة في 110 لو هبني الشقة بتاعتي بعرض نص طوبة، إذا 100 في 110 بيساوي 11000 طوبة، يبقى الشقة بتاعتي هتاخد 11000 طوبة لو هبني الشقة بتاعتي بعرض نص طوبة أبعاد الطوبة 25 في 12 في 6. طيب لو هنستخدم بلوك أبعادها 40 سنتي في 20 سنتي في 20 سنتي، اعرف ان كل شقة مسطحها 100 متر بتاخد تقريبا من 2000 إلى 2400 بلوك. ملحوظة، تمت الحسابات بناء على ان ارتفاع الحوائط 2.70 متر. في حالة زيادة الارتفاعات عن هذه القيمة بالنسبة والتناسب يتم حساب عدد الطوب او عدد البلوك.